مساء الخير. دخل لبنان اليوم مرحلة حاسمة بتستمر حتى 26 من آذار مع انتهاء مهلة الترشح ليل أمس وبدء الإعداد لأسماء المرشحين من القوى السياسية تمهيدا لإبرام التحالفات الانتخابية وإعلانها عبر اللوائح. المشهد رح يكون بطبيعة الحال مختلف بعدما أقفل باب الترشح على مجموعة من الملاحظات والتساؤلات والأحداث. في الملاحظات أنه عدد المرشحين سجل رقم قياسي منذ اتفاق الطائف، قارب 1000 مرشح عن 128 مقعد، ما فاق كل التوقعات، ما يطرح منطقيا التساؤل: هل من أفق جديد تفتح الانتخابات، انتخابات الربيع اللبناني في 6 أيار 2018؟ أما في فصول الأحداث فبعد يومين من عودته من المملكة العربية السعودية على إثر زيارة استمرت 4 أيام، تستمر محركات رئيس حكومة لبنان سعد الحريري بالدوران بكل الاتجاهات، انتخابيا لقاءات مكثفة ومشاورات ممتدة تقود إلى إعلان الحريري أسماء مرشحي تيار المستقبل بنهاية هذا الأسبوع وتظهير تحالفاته مع باقي القوى السياسية. سياسيا ارتياح لزيارة المملكة وزوال الشكوك حول علاقة الحريري مع جرعة دعم سعودية للبنان عبر تأكيد مشاركة المملكة بمؤتمرات دعم لبنان بدءا من روما وصولا إلى بروكسل ومرورا بباريس. اقتصاديا افتتاح مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في بيروت تمهيدا لمؤتمر ساد اللي بينعقد بالسادس من نيسان المقبل بعد شهر تماما. بانترفيوز الليلة زيارة المملكة في الشكل والمضمون، الخلفيات والرسائل، كذلك الانتخابات، معالم التحالفات وتصورات النتائج وزحمة المؤتمرات لدعم لبنان، هل من جدوى وأين أصبحت الموازنة؟ معنا بالاستوديو مستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين الدكتور نديم ملا ومدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية دكتور سامي نادر، وبينضم إلينا بالقسم الأخير الخبير الاقتصادي الإحصائي بالدولية للمعلومات محمد شمس الدين. كذلك مشاهدينا بذكركم أنه للتواصل معنا ومع ضيفي بالاستوديو ولا أسئلتكم عبر فيسبوك لايف وتويتر داش انترفيوز ظاهرين على الشاشة، تقدروا تسألوا كل الأسئلة اللي يعني بتحبوا تسألوها. وبدي أبدأ مع دكتور ملا مجددا. مساء الخير دكتور. مساء النور. رفقت الرئيس الحريري على المملكة العربية السعودية، الكثيرين يمكن ما بيعرفوا هذا الأمر، ولكن يعني ما بعرف إذا عم نكشف سر بهذا الشيء، كيف بتوصف هذه الزيارة؟ أولا ما في سر، يعني هذه زيارة علنية وزيارة رسمية، بالعكس يعني أنا شرفني أنه رحت مع دولة الرئيس، فهذا بالشق الأول. الزيارة أنا بعتقد يعني فينا نأكد لللبنانية أنه العلاقات السعودية اللبنانية رجعت إلى مجراها الطبيعي، بل بالعكس أقوى. هناك قناعة بين الطرفين أنه في مصالح مشتركة، لبنان رح يستفيد من هالتحسن بالعلاقات، وأنا باعتقادي أنه هذا الشهر أو خلال الأسابيع القادمة مساهمة ومشاركة المملكة في المؤتمرات لدعم لبنان رح تبين ورح تكون واضحة للكل أنه العلاقات أخذت مسار جديد وقوي. هل عادت يعني مرجعية سعد الحريري بالمملكة العربية السعودية كما كانت من قبل أزمة الاستقالة؟ أولا يعني ما بدي شخصن الأمر، أنا بعتقد لبنان رجع نقطة اهتمام سعودية جدية، أكيد في ثقة بدولة الرئيس وبقيادة دولة الرئيس وفي جرعة دعم لإله على رأس الحكومة وعلى زعامته بلبنان الوطنية. أنا بفتكر هذه الأمور الثلاثة لبنان مستفيد منها، وأكيد هالغموض اللي ساد فترة من نوفمبر لليوم بفتكر هذا الموضوع صار من الماضي، وللأشخاص اللي كانوا مبسوطين أنه العلاقة سائد فينا نقول لهم bad luck. الصفحة طويت تماما، بل بالعكس أنا باعتقادي صار في تفاهم أكثر
وتفهم أكثر للواقع اللبناني وسياسة النائب النفذ وأهمية هذا الأمر على استقرار لبنان. دكتور سامي، بدي أسألك بموضوع الشكل الزيارة، بعدنا بقصة زيارة الرئيس الحريري إلى المملكة. بالشكل هي تختصر يعني بشقين، لقائه مع الملك والصور اللي تداولتها كل الوسائل الإعلامية، والسيلفي مع الأمير محمد ومع خيه سفير السعودية في واشنطن الأمير خالد بن سلمان. إنما بالمضمون، هل بتوافق على كلام دكتور ملا أنه هذه الزيارة كانت يعني نتائجها إيجابية على جميع الأصعدة؟ يعني هيدا راهن بتطورات المستقبل، بس ما في شك أنه أنا بدي ركز على كلمة أشار الدكتور اللي هي المصلحة اللبنانية وين، والسياسة الخارجية لكل بلد هيدي بيفرضها مصالحه الاقتصادية. ما في شك أنه لبنان له مصلحة بعلاقات ممتازة مع المملكة العربية السعودية لأسباب اقتصادية ولأسباب جيوستراتيجية. اليوم بهالوضع اللي عم نعيشه الاقتصادي الدقيق جدا، يعني ما في مصلحة أبدا للبنان تستاء علاقاته مع دول الخليج. للتذكير فقط، 55% من القوى اللبنانية العاملة خارج لبنان موجودة بدول الخليج، والقسم الأكبر منها بالمملكة العربية السعودية، وهذه التحويلات بتشكل 15% من نتيجنا القومي. إذا نحن أرقامنا هي بتحدد مصلحتنا ومبادئ سياستنا الخارجية بدرجة أولى، خاصة بهالوضع. أنه عودة العلاقات بهالحرارة وبهالزخم، هذا أكيد شيء ممتاز بعد يعني إذا بدك الأزمة اللي مرقناها. هلأ بيبقى أنه شركاء بالوطن ضلوا محافظين على العلاقة. يعني ما بدنا ننسى أسباب تدهور هالعلاقة وخروج اللبنانيين من سياسة النائب بالنفس. مش السعودية ولا فرنسا ولا أمريكا خرجوا عن سياسة النائب النفس، الشركاء داخل الحكومة اللبنانية هن كانوا سببوا هذه الأزمة، لا سيما انخراط يعني حزب الله في المعارك في سوريا وفي اليمن وفي بؤر أخرى من الشرق الأوسط. هذا الشيء يعني بعده مستمر، وهذه كانت رؤية الرئيس الحريري أنه في أمور أكبر من هون. عم نقول مسؤولية الحفاظ على العلاقة مش فقط تقع على السعودية وعلى الرئيس الحريري، إنما على شركاء الرئيس الحريري في مجلس الوزراء تحديدا. هل توسطت دكتور ملا، هل توسطت السعودية يعني أو فرنسا وواشنطن لدى السعودية كما قيل بالصحافة الغربية لإعادة هذه الحرارة على خط الرياض وبيت الوسط؟ ليك بدنا نعترف، وكثير مهم للشعب اللبناني يعرف أنه هناك في إرادة دولية اليوم بتتمثل بأوروبا بأمريكا بدول أسيوية أنه استقرار لبنان موضوع مهم، ولبنان ليست ساحة معركة بالمواجهات الإقليمية اللي عم نشوفها، بل بالعكس ربما تكون ساحة تلاقي وحوار. هذا الأمر عم تجسده ما بس الإرادة الدولية والحركة الدولية، وأنا باعتقادي صار في تقاطع ما بين هالإرادة وهالتصور ما بين المجتمع الدولي والمملكة ولبنان، وبالتالي نحن اليوم بهذا الجو في تقاطع على أهمية سياسة النائب النفذ وعلى استقرار لبنان، والمؤتمرات اللي جاية لدعم لبنان تندرج بهذا الإطار. يعني ما بدنا نشوفها إلا من هذا الإطار، كيفية استقرار لبنان والمحافظة عليه على الصعيد الأمني روما، على صعيد الاجتماعي وموضوع اللاجئين ببروكسل، وأهم على الصعيد الاقتصادي بالنسبة إلى النمو والبطالة أو تخفيف حدة البطالة بمؤتمر باريس. هذا الموضوع في رعاية دولية، والمملكة أصبح جزء لا يتجزأ من هالإرادة الدولية والمصلحة الدولية بالمحافظة على استقرار لبنان. طيب هذا كله يعني هذا الجو كله كيف بده يترجم يعني عمليا، كيف بده يترجم؟ أولا بده يترجم بأكثر من مكان، مثل ما قلنا يعني الواقع الأمني والتحديات إما من الإرهاب بالدرجة الأولى بتتطلب انه القوات الامنيه بلبنان وعلى راس الجيش
قوى الأمن الداخلي أنه تكون عندها استعداد عالي. والحقيقة برهنت ولأول مرة آخر كم سنة منشوف أنه أي حادثة عم تصير القوى الأمنية عم تكون على جاهزية يعني تامة، جهزية قبل ما تصير، يعني preventive وقائية، كما عم نلاقي إذا حصل أي شيء خلال ساعات عم تنعرف القصة. فمؤتمر روما هو بيجسد الشق الأمني مثل ما قلنا، ولح تتجسد من خلال لبنان مقدم رؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة للخروج من الأزمة، وهي تتمثل ببرنامج إعماري استثماري بالبنى التحتية. لح تتجسد بمؤتمر باريس أنه الإرادة الدولية لح تمول ورح تعطي انطباع أنه هي مع هذه الرؤية، وأيضا مستعدة تساعد لبنان بتمويل ميسر وبشروط ميسرة، على شرط أنه لبنان يساعد نفسه. بدنا نحكي عن تفاصيل هذا المؤتمر والمؤتمرات المقبلة، ولكن بدي أرجع لمسألة الزيارة. دكتور سامي نادر، يعني بالرياض استقبل الرئيس الحريري كما ذكرنا بهاي الحفاوة اللافتة، وكان الشكل كتير مميز. التداعيات أو المفترض أن نراه بالساحة اللبنانية لاحقا، هل هو دعم انتخابي؟ هل هو يقتصر على الدعم بالمؤتمرات؟ شو شكل هذا؟ يعني سمعنا الموفد الملكي نزار العلولة بزيارته اللي هي أتت قبيل زيارة الرئيس الحريري بيقول أنه سنرى جو سعودي جديد في لبنان. شو هو هذا الجو؟ شو معالمه؟ معالمه أول شيء بده يندرج بالخطة السعودية وسياستها الخارجية. اليوم المملكة العربية السعودية ما نسر هي في مواجهة مع إيران. هلأ في تفهم نعم للخصوصية اللبنانية، ولكن أيضا دم حدود. إذن أول شيء المحافظة على مصالحها والثوابت الأساسية اللي عم بتشكل إطار لسياستها الخارجية. ثانيا يعني في الشركاء الداخل أو الناس اللي كانت على تواصل معهم في الداخل، هون أيضا بفتكر في يعني حرص من قبل المملكة العربية السعودية أنه ما أحد من الشركاء يدفع ثمن تسويات في الداخل. وأعتقد هذه هي الخطوط العريضة. بفتكر من جهة أيضا السعودية صار في اقتناع أنه سياسة ترك الساحات لا تجدي نفعا، لأنه الخصوم يملؤون الساحات حينما ينسحب أيا كان. وبفتكر يعني المثل أو العبرة من سياسة أوباما وما عانت منه المملكة العربية السعودية خلال 8 سنوات أوباما، يعني درس أنه عملية الانسحاب الأحادي وترك الساحات لا تجدي نفعا. نرجع منقول نعم في تفهم للخصوصية اللبنانية، لبنان ما في يكون هو في مواجهة إيران كما السعودية هي في مواجهة إيران وبلدان حليفة معه. وهذا اللي يعني نقله رئيس الحريري بمرحلة ورجع أكد عليه بهذه صحيح الزيارة. بس يعني حضرتك عم بتقول، ولكن الخصوصية اللبنانية ما لازم تشكل غطاء للعودة إلى الخروج عن سياسة النائب النفس. وأيضا هون لابد من التذكير أنه فات على خط تقريب المملكة العربية السعودية من لبنان شركاء أساسيين لهن واشنطن وأوروبا، لا سيما باريس اللي عم تاخد دور ريالي عن دور للإمارات العربية المتحدة. دكتور ملا، كنت بهذه الزيارة موجود، ما بعرف إذا فيك تنقلنا الجو، يعني الناس عم تسأل شو بحث الرئيس الحريري؟ هل الانتخابات كانت على أجندة هذه اللقاءات اللي عقدها؟ هل المؤتمرات الدعم؟ هل فعلا كان في تمنيات؟ هل كان في ضغوطات على الرئيس الحريري باتجاهات معينة لتحالفات معينة بالمرحلة المقبلة؟ هذا يعني سمعنا كثير بلبنان عن تكهنات بهذا الأمر. خليني أكد لك النقطة الأولى يلي كثير الناس حكيت عنها، أنه هل هناك ضغوطات سعودية على الرئيس الحريري لتحالفات معينة، وهل السعودية لح تتدخل بالانتخابات؟ لح أكد لك نقطتين. أولا لم يناقش هذا الموضوع بتاتا، بل السعودية قالت عندها ملء الثقة بأنه الرئيس الحريري بيعرف وين مصلحته، مصلحة تياره ومصلحة لبنان، وبالتالي هذا الأمر متروك لإله.
وبالتالي ليس هناك لا طلب ولا تدخل ولا يعنيهم هذا الأمر، كل همهم تصير الانتخابات ويكرس الاستقرار في لبنان. بس تواتر كلام من عدة مصادر بيقول انه السعوديين متخوفين من نتائج هذه الانتخابات. لا واصلا مش راضين عن القانون نفسه. مش هلا موضوع القانون في جدل حوله، حتى يمكن بعض الاطراف اللي وافقوا عليه اليوم عم يعيدوا اعتبارهم. انا خليني اقول لك، يعني خلينا ننتهي من هذا الشيء. سالتني هل المملكه تدخلت لدى الرئيس الحريري بالألمان؟ انا باكد لك هذا الموضوع حتى الانتخابات لم تناقش. الموضوع الاقليمي، المستجدات، العلاقات، المرحله المقبله، كله انطرح. الانتخابات وتفاصيل الانتخابات لم تناقش لا مع خادم الحرمين ولا مع ولي العهد، سمو ولي العهد. ولكن هذا يتعلق بالمشهد السياسي المقبل بتشكيل السلطه بلبنان. اكيد هن بيحبوا يسمعوا راي الرئيس الحريري وكيف شايف الامور. نحن بتقديرنا مع يعني انه في قانون جديد رح ينبثق عنه مجلس نواب جديد، انا شخصيا من شايف بعض التعديلات الطفيفه، بمعنى هذا القانون رح يجيب وجوه جديده وهذا كويس، لانه هذا امر رح يجدد الحياه السياسيه بلبنان. هل نحن امام مشهد انتخابي نتائجه رح تكون يعني غير متوقعة على أكثر من صعيد، وميزان القوى والتحالفات رح تتغير جذريا بلبنان؟ أنا برأيي هذا الأمر من وارد، رح يصير في معادلة سياسية جديدة، يمكن الأطراف الكبيرة يعني. الأطراف الكبيرة تيار المستقبل مشي بهذا الموضوع وهو على يقين بأنه مصلحته الشخصية بالعكس مش مع هذا القانون، ولكن ارتضى الرئيس الحريري إذا في مصلحة لبنانية وتوافق على هذا القانون مشي فيه، وإن كان على حساب حصة تيار المستقبل بالانتخابات. أنا برأيي في تضخيم لهذا الأمر المشهد السياسي ما حيتغير دراماتيكيا بعد الانتخابات. طيب دكتور ملا رح اسألك سؤال، بس بدي علق على كلام دكتور ملا. بتقول انت يعني خلال الطرح اللي قلته هلأ باختصار انه نوقشت العديد من العناوين ولكن استبعدت موضوع الانتخابات، والمؤتمرات كانت على رأس هذه العناوين. شو العناوين الاخرى اللي نوقشت بهذه الزيارة؟ اهم شيء كان اكيد العلاقات الثنائية، وبالتالي هذا البرودة يلي كانت بالعلاقات انتهت وانتقلت، يعني صار في نقاش جدي على كيفية النظرة إلى الأمور في لبنان، إلى الأمور في المنطقة، ووين مصلحة لبنان، وبالتالي في تأكيد على سياسة النقي بالنفس وتقبل سعودي لهالسياسة الجديدة من ضمن الضوابط اللي قالها سامي، بمعنى أنه نحن منسينا لا يزال هناك صراع في المنطقة. هذا الصراع ما فينا نعتبر أنه غير موجود وأنه نحن غير معنيين فيه، بالمعنى أنه نتائجه وتداعياته هذا الأمر نوقش، ولكن لبنان بقول لك مش ساحة مواجهة. هذا الأمر ليس ساحة مواجهة، ولكن عم بينقال بالمقابل بما أنه ليس ساحة مواجهة نصح السعوديين من قبل أطراف غربية أنه أن يتخذوا من لبنان اللي إلهم فيه يعني كتير من الكريدت وإلهم فيه الحضور رغم أي كلام آخر، يتخذوا من لبنان قاعدة لإعادة التوازن بالمنطقة من العراق لسوريا لليمن لكل. صحيح، هذه النصيحة باتجاه السعوديين، ولكن أيضا يعني في حد أدنى من قبل اللبنانيين تما يتحول لبنان مثل ما تحول بفترة لمنصة على الأقل إعلامية لمحاربة السعودية. أنا بضيف شغلتين، يعني بدي أرجع رد الزيارة أن زيارة بين دولة ودولة، لأنه عنا مال نحن في لبنان هيك لبنن شوي الأمور، بمعنى أنه نصور الزيارة على مدى ارتباط المملكة العربية السعودية بالبيوتات السياسية، وأعتقد لا مصلحة للبنان في ذلك، لا مصلحة لجميع اللبنانيين أنه تبقى العلاقات اللبنانية السعودية علاقة بين دولة لبنان والمملكة العربية السعودية تبقى بهيدا الإطار.
تاني ملاحظة لها علاقة بالتسوية وشروط التسوية. التسوية لتكون تسوية مستدامة ولحتكون تسوية متينة لابد أن ترتكز على ميزان قوى في الداخل. وهون كان فحوى الكلام بس تحدثت عن الشركاء المملكة العربية السعودية لا سيما ما يسمى بالقوى السيادية وضرورة المحافظة على موازين قوى في الداخل ترتكز عليها التسوية، لأنه أي خلل بموازين القوى في الداخل سوف يطيح بالتسوية، ومن هون ضرورة الشراكات في الداخل من أجل حماية التسوية. مشاهدينا نذكركم أنه يمكنكم طرح أي سؤال على ضيفي في الحلقة دكتور نديم ملا ودكتور سامي نادر من خلال فيسبوك لايف وتويتر عبر هاشتاغ انترفيوز وفاصل، ونعود بعد هذا الفاصل لمتابعة هذا الحوار الممتد والسؤال: المؤتمرات، حفلة المؤتمرات، زحمة المؤتمرات لدعم لبنان، وهم أم حقيقة؟ بعد الفاصل. مشاهدينا نواصل هذا الحوار مع ضيفي الدكتور نديم ملا مستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين ودكتور سامي نادر أيضا الخبير الاقتصادي. دكتور ملا، يعني في عجقة مؤتمرات لدعم لبنان أوروبية من روما لباريس لبروكسل، شو هذه الاهتمام؟ هل هذا اهتمام مفاجئ بلبنان؟ شو خلفياته؟ ليك قبل ما جاوب هذا بدي علق، كانت قبل البريك على نقطة أساسية قيل، يعني نقالت من قبل زميلنا وصديقنا سامي، المحافظة على حد أدنى من ميزان القوى. يعني أنا بحب أذكر أنه سياسة النائب النفس ما بتلغي هذا الأمر، بالعكس سياسة النائب النفس بتحافظ على لبنان. وأنا بحب أذكر الرئيس الحريري ب 14 شباط أعلن بصراحة لا تحالف مع حزب الله، وبالتالي يعني ما بس ربط نزاع أكثر من هيك، وبالتالي المقولة أنه الانجراف الكلي بهذا الاتجاه انتهى. أنا برأيي الأمور لازم تنشاف، أنا معه يجب المحافظة على حد أدنى من ميزان القوة ضمن سياسة النائب النفس، لأنه وجود لبنان أساس بهذا الأمر، وبالتالي لا يوجد أي خلاف حول هذا الموضوع. بالعودة إلى زحمة المؤتمرات، يمكن صادفت أنه بشهر واحد صارت لحتصير كل الأمور. هذه مصادفة يعني؟ مصادفة، لأنه هالتواريخ تحددت من قبل أكثر من عاصمة وصادفت كلها خلال 4 أسابيع. يعني خلينا ناخذ روما، روما تأجل أسبوعين لأسباب داخلية إيطالية بسبب الانتخابات عندهم التشريعية. بروكسل واحد صار السنة الماضية بنفس الوقت انعاد، وكان موضوع مؤتمر باريس هل منباشر فيه يعني قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات، استقر الرأي بين المجتمع الدولي ويعني فرنسا بالتحديد ولبنان انه لا، الافضل قبل، لانه هذا بتعطينا فترة زمنية لنبلش نحضر حالنا لتنفيذ المشاريع. اما اذا انتظرنا الانتخابات وتأليف حكومة جديدة رح نخسر وقت، وبالتالي ليس هناك مصلحة، لانه يعني المجتمع الدولي بيعرف قديش لبنان بياخد اوقات، يعني مرات تمتد شهور، وربما ما بنعرف شو رح يكون الشكل النهائي لمجلس النواب، شو ميزان القوى، شو القوى السياسية اللي رح تطلب مقاعد، قد ايه رح ياخذ هذا الموضوع شد حبال بين الأطراف السياسية. لهالسبب انه خلال تصريف الأعمال ما بعد الانتخابات على الأقل بيكون الحكومة عم تتابع هذا الأمر، وما خسرنا 6 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أشهر لسبب بسيط، انه الواقع الاقتصادي اللبناني ما بيحمل هذا الانتظار. كسبنا بعض الوقت،
تمام. هيدي الزحمة صادفت انه خلال 4 أسابيع هالمؤتمرات كلياتها او 5 أسابيع اجتمعت مع بعضها. مثل ما قلت برجع ذكرت ببداية الحلقة، هذه المؤتمرات تنطلق من مبدأ وهدف واحد، استقرار لبنان. هناك مصلحة دولية بأنه لبنان يدل مستقر. هذا النموذج اللبناني يبدو نحن ما مقدرينه كلبنانية، ولكن لبنان ساحة تلاقي، ساحة حوار، وليس ساحة مواجهة بالمرحلة المقبلة. وبالتالي المجتمع الدولي قرر وهالزحمة المؤتمرات لتثبيت هذا المبدأ الأساسي. يقال دكتور سامي أنه خلافا لكلام الدكتور مولا، ريكس تيلرسون عاد من زيارته إلى لبنان ونقل أجواء إلى إدارته والبيت الأبيض أنه لبنان شبه يعني حالة شبه ميؤوس منا على مستوى إعادة التوازن، وهناك الكثير من التشابك والتداخل بأموره، ولا قدرة لأمريكا على التأثير فيه إلا إذا كانت ستدخل من باب تهديد أمنه الداخلي وأمنه الاجتماعي. لك الولايات المتحدة الأمريكية عندها أولوية بالشرق الأوسط، وقالتها بشكل واضح، هي مواجهة إيران، وهي تنظر إلى لبنان كساحة من خلال هذا الموضوع. ولكن أيضا يعني بتأخذ بعين الاعتبار كمان الاستقرار اللبناني والخصوصية اللبنانية، وواضح يعني توجهها دعم الجيش اللبناني، هيدا بند أول، ودعم النظام المصرفي اللبناني، هيدا البند الثاني. وإذا هنالك أيضا ثوابت في السياسة الأمريكية تجاه لبنان. هلأ أنا عندي شوية بختلف شوي بوجهة النظر مع دكتور. حمسنا الحلقة شوي. أنا كنت بفضل شخصيا حلقة حماسية دكتور، يعني مجرد وجود أنه بتوقيت المؤتمر أنا بفهم أنه هون الموضوع الحكومات بتاخد وقت، بس كنت بفضل مؤتمر من هالنوع بهالحجم يكون مع حكومة جديدة، فريق متماسك قدامه وقت، مش أنه حكومة بعد بقيلة كم يوم قبل ما يروحوا على البيت وتعال نشوف كيف وعلى أي قاعدة بيركبوا حكومة جديدة. وأهم شيء يكون عندها رؤية اقتصادية واضحة، خطة اقتصادية، أولويات، أهداف. بيجي هيدا المؤتمر كقوة دفع أساسية لحكومة يعني جديدة. وكأنك دكتور هذه الحكومة عم تغمز من قناة أنه يعني كل هذا اللي عم يجري هو بالشكل هو هدفه يعني لدفع أو ل يعني هو هو السلطة الموجودة ورئيس الحريري والسلطة. في هذا الاعتبار، وهذا يعني هذا يسجل للرئيس رفيق الرئيس عفوا سعد الحريري، يوم اللي عنده علاقات مميزة مع دول وشخصيات أوروبية، وفي رهان على استمراريته وعلى شخصه، وما بدنا نتخبى وراء اصبعنا، يعني في بالخطوه ثقه بالرئيس سعد الحريري. يمكن انا من خلال هالملاحظه تقول انه هيدي المؤتمرات ما بتنجح الا اذا توفرت عده شروط، رح نجي على ذكرها، من ضروره النائب النفس، الاصلاحات، وايضا فريق متماسك والشراكة بين فريق متماسك عنده خطة اقتصادية، عنده توجه اقتصادي، من بيناتها تفعيل الإطار المناسب للاستثمار اللي هو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. دكتور مولا، المؤتمر قبل ما أبحث معك قبل ما تصلني يعني كبلنا باس كثير حلو صديقنا. أولا أنا بخالفك بالتوقيت أكيد. ما بفتكر في مصلحة للبنان بالتأخير سنة على البدء بتنفيذ مشاريع معينة. يعني سألت سنة بدنا تنعمل حكومة؟ أكيد إذا بتاخد إذا كنا متفقين على النائب النفس لشو بدها سنة؟ الماضي أخذت 10 أشهر من اليوم. أنت عم تحكي انتخاب وبرلمان وسلطة وتكليف واستشارات، بس ما هذا الموضوع. يعني أنا برأيي يعني كبيت جملة من النقاط يلي لازم نتوقف عندها. أولا هذه حكومة رايحة برؤية اقتصادية، هذه منها حكومة رايحة بدون رؤية اقتصادية. يعني المجتمع الدولي ما حتروح لعنده وتقول له
والله أنا عندي برنامج إعماري استثماري بالبنى التحتية ب 16-17 مليار دولار بدون توجه أنت حاطه، وبالتالي أنا بدي أكد أنه الدولة اللبنانية رايحة على باريس برؤية واضحة تعتمد على مبدأ أساسي إعادة تنشيط الاقتصاد من خلال حركة إعمارية شبيهة بالمرحلة أوائل التسعينات. هذا الرؤية الاقتصادية للحكومة، وبتقول أنه على القطاع العام بالمرحلة المقبلة والقطاع الخاص من خلال مساهمته بالسياسة الإعمارية إعادة تحريك الحركة العجلة الاقتصادية وتأمين معدلات نمو وأيضا تأمين فرص عمل لحتى الثقة بالاقتصاد اللبناني ترجع للقطاع الخاص يزيد استثماراته وترجع معدلات النمو إلى 6 و7 وربما إن شاء الله. ولكن الكلام اللي عم بيقوله الدكتور نادر بستة وسبعة بالمية هذه يعني صارت شبه أحلام بالمرحلة المقبلة، خصوصا يعني بالمستقبل القريب لما بتقول نحن وصلنا للصفر تقريبا بالمية وتحت الصفر أكيد. وبعدين ليس فقط الخبراء الاقتصاديين اليوم، مثلا النائب سامي الجميل عم بيقول أنه لبنان على حافة الإفلاس وأن السلطة الموجودة حاليا أخذته على الانهيار وأخذته إلى يعني ما لا يحمد عقباه. هو النقطة نديم هي أنه اليوم أنت عم مثل ما مطروحة المسألة والمؤتمر واللي هو ضروري واللي هو ضروري وقد يكون الفرصة الأخيرة بالتوقيت، لأ أنا عم بقول من بعد ما تتشكل الحكومة، لأنه أنت عم تعرض عم بتحفز مستثمرين، الإشارة القوية باتجاه المستثمر مش أنه هيدي حكومة اللي عم تعرض له المشروع رايحة بعد جمعتين وثلاثة، لا هيدي حكومة جديدة عندها رؤية وباقي، إذن أنا فيني استثمر وابقى معها وهي ترعى تضمن لي استثماري. خليني أسألك هيدي النقطة، هل يعني بفهمك للواقع اللبناني وأيضا توقعاتك للنتائج الانتخابات، هل تعتقد هناك بديل بالمرحلة المقبلة عن الرئيس سعد الحريري أنه يستلم الحكومة المقبلة؟ لا أنا بفتكر في توافق داخلي على هذا الأمر قبل ما عم نشوف ثقة دولية بالرئيس الحريري، يعني الأطراف السياسية على الأقل تعلن هذا الأمر. ولكن ما لازم في أطراف صارحة نفسها دكتور ملا، في أطراف صارحة نقفز على المؤسسات، في 3-4 من نادي رؤساء الحكومات السابقين، ما في أفز على المؤسسات. أكيد لو هيدي حكومة عندها 4 سنين لقدام ورايحة برؤية اقتصادية أكيد هذا عامل مساعد لها، أكيد المجتمع الدولي لح يترقب نتائج الانتخابات، بس أنا بدي أكسب وقت، الوقت منه لصالحي، معدلات النمو، ميزان المدفوعات، البطالة، كل هذه الأمور ما بقى تنتظر الناس. أنت بتعرف يعني 6 أشهر 9 أشهر بس بيكفيك الواقع الموازنة. هلأ المهم إيه؟ المؤتمر ينجح، وإذا المؤتمر نجح وجاب هالأرقام في يعني الأرقام عبين قال أنه مبالغ فيها، حنسأل دكتور ملا عن هذا الأمر، ولكن عضو المكتب السياسي سامر حدارة عبر تويتر بتويتر بيسأل دكتور ملا بيقول ما المطلوب من الفرقاء السياسيين دعما لتحضيرات الرئيس الحريري كي تنعكس المؤتمرات الاقتصادية إجابا على المشاريع اللي بتطال حياة اللبنانيين؟ أولا يكون في ثقة بأنه هذه الرؤية اللي حتوصل إلى شط الأمان، يعني إذا اليوم النقاش الداخلي في لبنان منقسم وحاد، وكما سمعنا إذا مثل النائب سامي جميل مع محبتنا له الشخصية إذا بده يدل يستعمل هيدي مادة انتخابية له، إيه بده تكون بالنسبة له كنائب أمي انه يحط مصلحه لبنان قبل مصلحته الانتخابيه. هو هذا كلام بده يضل النفايات بالشوارع وبضل ما في كهرباء بده يضل يقدر يقول هو. هل الحل انه نترك الامر مثل ما هو؟ يعني انا سمعت استاذ سامي جميل عم يقول شو منه عاجبه، بس ما قالنا شو بده، ما قالنا كيف الخروج من الازمه، وما قالنا شو الحل.
انا من هون من هالمنبر مش عاجبته كل الطبقه السياسيه الموجوده، مين بنسلمه البلد بنقول له انت روح ديره؟ هل هو يعتقد انه هذا طرح منطقي؟ خلي الاستاذ سامي يتواضع شوي يقول في واقع في اطراف سياسيه، هو بيعرف انه هيدي الاطراف السياسيه بعد الانتخابات رح تختفي رح تكون موجوده، فاذا شو بده يعمل؟ كيف الحل؟ كيف بده يتعاطى معها؟ ولكن يعني هون ايضا يعني مش دفاعا عن سامي جميل، ولكن دفاعا عن ضروره وجود معارضه، وضروره وجود معارضه لانتظام اللعبه الديمقراطيه لايضا مؤشر اضافي للمستثمر ولمساعده لبنان، لانه من سيئات حكومات انه المصالحه الوطنيه او المصلحه الوطنيه والوحده الوطنيه والوحده الوطنيه، انه همشنا المعارضه. اذا همشنا المعارضه انه كيف بدنا نضمن حوكمه جيده؟ مين بده يراقب؟ مين بده يحاسب؟ وبعيد عن انه اللعبه الانتخابيه وكيف عم بتصير، في ضروره وحرص لنجاح الحكومه ونجاح العهد بابقاء المعارضه. هلا انه هالكلام بس مين عم يقول بدي الغي المعارضه؟ لا بمعنى يعني انه في يعني في اصوات عم بتعارض، هل من الممكن عم بتعارض شكل الحكومه جديد؟ عندك ادنى شك رح يزيد المعارضه ولا يقللها؟ حسب هيدي ما بعرف، هيدا لانه المعارضه اصبحت بقلب اللوية. هلا بتمنى نفتح قصه قانون الانتخاب، لانه قانون الانتخاب مسخ، هيدا قود اللعب الاصلاح، قود الاصلاح وقود اللعب الديمقراطيه. طيب ممكن اذا تسلمنا الوقت انه نفتح هذا الموضوع، ولكن دكتور مولا بس سؤال هيك باختصار، هل من الممكن بلبنان انه تتشكل الحكومات يعني تاسك فورس اللي هي الحكومات من مجموعه عمل ليست سياسية تكنوقراط أو غيره تقود هذه المرحلة، أو نحن بحاجة للتنفيذ لحكومات من شكل حكومة رئيس الحريري الموجودة حاليا؟ لا، هذا الأمر يعني أنا بفتكر سابق لأوانه حكومة تكنوقراط بمرحلة سياسية صعبة، يبدو وكأنه بلبنان طرح غير قابل للتنفيذ، ولكن هذا أحد الاحتمالات. ربما بعد مؤتمرات باريس وبعد الانتخابات تجتمع القوى السياسية وتقول هناك مصلحة بحكومة تكنوقراط لإدارة البلاد، ولكن هذا أمر سابق لأوانه. أنا برأيي هذا بيعتمد على جملة من العوامل، خلينا ننتظر، ولكن أحد الاحتمالات. طيب أنا برجع، أنا بس بدي أسألك أيضا قبل ما أفوت كمان على الأرقام وخصوصا مسألة المؤتمر التحضيري، المؤتمر الاستثمار بالبنية التحتية اللي انطلق امبارح، بدي أسألك يعني شاهدت أو تسنى لك دكتور مولا أنك تشوف تعليق بلومبرج، وهي شبكة يعني معروف بالاقتصاد قديه لها وزن وقديه عندها كريديبيليتي ولها من المصداقية ما لها، فكان عم تحكي كمان بتلاقي كلام النائب سامي جميل وكلام الكثيرين من المحللين في لبنان اللي بيقول انه نحن على شفا الانهيار وقد نكون على شفا الافلاس وقد نكون اقتصاديا دولة فاشلة. سيدي انا ما قلت لبنان ما عنده تحديات ومشاكل اقتصادية كبيرة. امبارح دولة الرئيس كلمته بالمؤتمر يلي ذكرته شو بيقول؟ عدد المشكلة بالموازنة، مشكلة بميزان المدفوعات، بطالة 30%، وبالتالي قال بصراحة إلى الشعب اللبناني، قال عنا مشاكل ومشاكل كبيرة، وحتى إذا تضافرت جميع الجهود ربما نتمكن من الخروج من هالأزمة. وبالتالي ما عم يقلل من هذا الموضوع، هذا امبارح عمره 24 ساعة، ولكن بنفس الوقت، وهذا الفرق بينه وبين غيره، بينه وبين الناس اللي بتطرح المشاكل ما بتطرح الحلول، قال أنا عندي رؤية للخروج من الأزمة، تفضلوا يا لبنانية مدوا إيدكم لاقوني بنص الطريق لحتى نمشي لقدام. طيب شو بيقدر يعمل أكثر من هيك؟ شو بيقدر بلومبرج؟ خلينا ناخده كمان حاكم مصرف لبنان بارح أجاب عليها، سمعنا بلومبرج مقال هذا من صحافي، بس ستاندرد دامبور عملت الريتنج تبع لبنان ده مثل ما هو، مثل ما هو أيوة أقوى تصنيفنا الائتماني، ستاندرد دامبورز أكيد أقوى كشركة تصنيف ائتماني تماما. وبالتالي بلومبرج، وأنا الحقيقة بدون ذكر اسمه بقلب المقال بفتكر أطراف من الحكومة
لعبت دور سلبي بمحتوى المقال، ويلي بيقرا المقال بيعرف هذا الامر. وبالتالي برجع بقول مصلحة لبنان ما بتنحل خلال تصفي حسابات سياسية على مصلحة الوطن. عندك تعليق على كلام دكتور مولا قبل ما نطلع على فاصل دكتور سامي؟ أنا عندي أنه بعض التعليقات وبعرف قلبه كبير بيتلقفها. المعارضة ما عليها هي تطرح دائما بديل، عليها تعارض بس تشوف شيء غلط تقوله. يعني على الموجود بالحكومة هو أنه يوضع الخطط ويقود الخطط ويتحمل مسؤولياتها. أنا بفتكر وبفتكر الدكتور مولا واعي على حجم خطورة الوضع الاقتصادي، وأنا أقول إذا ما بشكل جذري ضبطنا عجز الخزينة، هيدا 10% اللي نحن موجودين فيه غير مقبول، وهيدا شيء رح يورطنا ورح ندخل انهيار. إذا أبقينا على عجز بهالمستوى نحن رايحين على الانهيار، ومطلوب خطوة جذرية أنه هيدا العجز الموجود ب 10% بظرف 3 سنوات مش أكثر، ونوضع خطة ونباشر من هلا بتخفيض. على كل حال نقدر نخفضه، ما فينا نخلي عبء الكهرباء لبنان على الخزينة الدولة. على كل حال نحن يعني هدول اصلاحات جذرية بدهم يصيروا، بدهم يصيروا، بدنا نشوف اذا في. وانا برايي هدول من شروط على نجاح اي مؤتمر دولي واي مساعدة هذا الحوار طبعا. انا قبل ما ناخذ البريك ما بدي يضيع الموضوع، انا معك 100%. وانا بحب اقول بمؤتمر باريس وجهة نظر الحكومة اللبنانية اللي رح تطرحها، ايضا بتقييم من صندوق النقد الدولي انه لا حل للمشاكل الاقتصادية في لبنان الا من خلال برنامج اعماري يواكبوا انضباط والتزام مالي بحدود 5%، يعني تخفيض العجز من 10% من الناتج الى 5 خلال فترة 4 إلى 5 سنوات. هيدي السياسة المعتمدة والمتبعة من الحكومة، ولح تقولها بباريس رح ترجمها 2018 ميزانية. اولا انت اذا بتلاحظ اليوم الموازنة رجع انطرحت الى لجنة وزارية في اصرار من دولة الرئيس وعمل تعميم انه يجب تخفيض الموازنات، بس الارقام ما كانت يعني مثل ما كان متوقع. خلينا ننتظر. نعم هناك هدف حددوا دولة الرئيس انه العجز 2018 يجب ان لا يتعدى العجز تبع 2017 بالارقام المطلقة، وبالنسب يكون اقل. هذا كثير يعني اساس، وبالتالي لا يخفى على احد انه الالتزام والانضباط المالي هو اساس وركيزة أساسية بحل المشاكل الاقتصادية. مشاهدينا مع كلام الدكتور مولا مستشار الرئيس الحريري نبقي عليكم هذا السؤال ونجيبكم عنه بعد الفاصل بلسان الدكتور مولا وبلسان دكتور سامي نادر. هل هذا الكلام يشير إلى أننا على أعتاب وصاية اقتصادية من قبل المجتمع الدولي والدول المانحة والبنك الدولي؟ بعد الفاصل. مشاهدينا نواصل هذا الحوار مع الدكتور نديم مولا مستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين، والدكتور سامي نادر رئيس مركز المشرق للاستراتيجية. دكتور مولا، في رئيس الحريري عم بيعدنا ب 16 مليار دولار على مدى 10 سنوات ل 250 مشروع، هل هذا امر خيالي يعني wishful thinking، ولا هل هو امر قابل للتطبيق سيما وانك تصنف من المتفائلين على غرار الصقور والحمائم؟ انت بالاقتصاد من المتفائلين versus المتشائمين. لا، اولا انا ادرك حجم التحديات، باعتقادي في رؤية للخروج من هذه الازمة، وبالتالي انا متفائل اذا تبع هذه السياسة وهذه الرؤية ممكن لبنان يخرج من المأزق الاقتصادي اللي عم يواجهه. أما بالنسبة خلينا نوضح بعض الأمور يلي كتير الناس لازم تعرفها وتعرفها بدقة. تفضل. الرئيس الحريري قال أتقدم بمشروع إعادة إعمار البنى التحتية ب 16 مليار دولار 17 مع الاستملاكات
لفترة تمتد بين 8 سنين لعشر سنين. صحيح. ترجمت تلقائيا انه رايحين على باريس، اذا جمعنا بباريس 15 مليار بنكون فشلنا، 10 مليار بنكون فشلنا. لا، نحن عم نقول هيدي خطة الدولة اللبنانية بالانفاق الاستثماري للعشر سنين الجايين. هلا كيفية تأمين هذا التمويل لهذه المشاريع اللي هي 250 وما يفوق على 250، هيدي امر ما حيصير بضرب واحد، ما حيصير باجتماع واحد، هذا المجتمع الدولي رح يعطيك، يراقبك بالتنفيذ، يقول لا انت ماشي، يراقب الاصلاحات اللي عم تقوم فيها يلي عم يعني تاخذ الاقتصاد الى درجه وشفافيه اكثر، بيعطيك اكثر، وبالتالي باريس هو مثل ما بيقولوا بروسيس، هي عمليه مستمره تبدا ب 6 نيسان، تبدا ب 6 نيسان. وهو مختلف عن باريس 1 و2 و3، لانه باريس 1 و2 و3 كان دعم للموازنات، كان لبنان يقر بانه عنده عجز وبالتالي عم يطلب منح لسد هذه هذا العجز. اما اليوم نحن عم نطرح رؤية مختلفة، عم نقول الخروج من الأزمة من خلال سياسة إعمارية. يا مجتمع دولي، أنا كلبنان ما بقدر اتدين بستة وسبعة بالمية لحتى نفذ هالمشاريع، اتفضلوا ساعدوني، اعطوني قروض ميسرة، يعني جزء منها مثل منح، وبالتالي أنا رح نفذ هالمشاريع للخروج من هذه الأزمة. أنا برأيي والناس لازم تتوقع انه باريس هو اتفاق بين المجتمع الدولي ولبنان على اهمية نمو او اعادة تحريك العجلة الاقتصادية بلبنان. رح تبدا انا برأيي اذا بناخد المرحلة الاولى اللي بتمتد بالبرنامج من 4 إلى 5 سنين، كلفتها 10 مليار دولار، تقديرنا 3 إلى 4 مليار من هذا المبلغ سيتأمن من خلال القطاع الخاص، وهون يندرج المؤتمر اللي صار امبارح ببيروت واللي شارك فيه أكثر من 200 مؤسسة وشركة وأبدوا استعدادهم للمساهمة. في عندك 30 إلى 40% من القطاع الخاص، نحن بدنا نأمن تمويل للمرحلة الأولى 4 سنين 5 سنين بحدود 5-6 مليار دولار، وبالتالي إذا قدرنا نأمن بباريس من اجتماع واحد هذا الأمر بنكون نجاح كتير كبير، بنكون أمنا شبه أمنا التمويل للمرحلة الأولى. وهو أمر عم بشكك فيه كتار. دكتور نادر، لما بيكون في فريق عمل من البنك الدولي يراقب بشكل حثيث آلية التطبيق، منقدم له ورقة، هو اللي بيوضع الأولويات، آلية التمويل، هو بيقول كيف تتنفذ المشاريع، وعنده صلاحية وقف التمويل بأي لحظة، أليس هذا نوع من الوصاية الاقتصادية على لبنان؟ ليس وصاية اقتصادية، هذول اللي عم بيحطوا استثمارات وبدهم يراقبوا حسن سير الاستثمارات، يعني بالنتيجة هيدا، ولكن في دولة هيدا يعني هيدا في دولة، ولكن ما درجة العادة ولكن على الأمور تكون بهالشكل؟ ولكن الدولة هي اليوم بواقع اللي عم بيطالب الدولة، يعني وضع الاقتصادي على شفير الهاوية، وإذا من هون ما عندك كتير خيارات، يمكن كان الأحسن ما نكون بحاجة لكل المؤتمرات، ولكن ما عاش في مؤتمرات غير مشروطة، ومش هيدا المؤتمر إذا ما تأمنت إصلاحات هذا المؤتمر لن ينجح. ومن هون ضروري انه خلينا نقوم بالجزء اللي علينا نحن كلبنانيين، علينا جزء هو الاصلاحات، بعد لهلا ما قدمنا انش باتجاهه. قبل ما نروح، شايف لو عملنا الاصلاحات وما جبنا من برا الا ربع هالاموال، هذا شيء حسن، نكون على الاقل عملنا اللي علينا، عملنا الاصلاحات، قررنا قانون نحن الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص، قد صار عمره سنه ونص سنتين ما تطبق، بعد في بعض المراسيم، ما بده مراسيم جديد، يعني بعد بده في مراسيم مجلس وزراء. طيب فعلوه، هذا اطار اساسي وقد يكون الانجاز الاهم من 3 سنوات لهلا، ولكن نايم. انا هون بدي العب دور المشكك
بس لحتى يضلوا نقاش حامي، لأنه كلنا بدنا ذات الشيء وكلنا بدنا نطلع من الأزمة الاقتصادية اللي عم نعانيها. يعني ما عندك شيء شخصي ولكن دكتور ملا؟ لا بقى على العكس هو كان أنا سامي لا ما حتقدر تخلفنا وقال وانتبه بصير ما نحن ما عندك مصلحة أن نكون نحن متوجهين صوبك. لا 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 لا, لا أكيد أكيد لا بس أنا ضامن أنه أنا بصفك يعني. في مسألة القطاع الكهرباء وإصلاح القطاع بقى اللي عم بكلف الخزينة مليارين دولار بالسنة، شو ناطرين؟ وحطيتوا الإطار المناسب لحل هذه المسألة، شو عم نجي بنقفز على حلول وجانبية؟ بدنا بقى حلنا بقى نعمل حل مستدام وعلى وبين هلالين بالمؤتمر اللي أعلن فيه عن مؤتمر سادر واللي صار بباريس من تقريبا شهرين ثلاثة، كانت واضحة الأمور ضرورة الإصلاحات كشرط لنجاح المؤتمر. أصلا من باريس ثلاثة صار في ربط بين أي مساعدة تقدم للبنان والإصلاحات. قبل ما نروح ونقول جبنا مصاري وما جبنا مصاري، خلينا نشوف اذا نحن قمنا بواجبنا بتفعيل وادخال موضع التنفيذ هيدي الاصلاحات، لانه كمان مره لا مساعده اقتصاديه اذا ما هالاصلاحات تنفذت. هلا في شغله ثانيه كمان، اوقات الشيء المطلوب يبقى من الدول بناخده بالمفرع. يعني امبارح انا بس حكي المبعوث ديكان وطرح مسألة إصلاح قطاع الكهرباء، طرح مسألة تعزيز بعض الإيرادات، تفعيل بعض الإصلاحات أو إدخال موضع التنفيذ، وطرح أيضا شغلة بالدولوة الأوساط عملية رفع الضرائب. والواضح صار الكل بيعرف، يمكن أول مطلع بيعرف أنه في تمني أنه بعض الضرائب تنرفع، يمكن الضريبة على القيمة المضافة على 15%، الضريبة على طبعاً الدخل. طبعا هذا أمر لا ما بيتحمله الواقع الاجتماعي. المهم ما يصير فينا مثل وقت الموازنة الماضية، يعني نشوف شو مطلبنا المجتمع الدولي وصندوق الدولي، ناخد الهين، يعني ناخد رفع الضرائب، نرفع الضرائب على المواطن وما نعمل شيء باتجاه حصر النفقات. لا هيدي ما بيجوز. وهون الخطر، أنه بكرة أنه نقفز على الخطوة السهلة اللي هي رفع الضرائب، هيدا شيء أنا ما فيني أنه شيله من الحسبان، لأنه لدعنا فيه بسلسلة الرب والرواتب وكيفية تمويلها. وهون أنه عم بحذر أنه ما يصير في عملية انتقائية بإعداد موازنة 2018 والموازنات اللي احتاجها. عملية رفع الضرائب من دون حصر النفقات، بدون حصر النفقات تأتي، ولكن حصر في البداية. النفقات يعني شغلة أساسية بدنا نسأل دكتور ملا عنها، ولكن بدي أقول لمشاهدينا أنه في أكثر من تويت، يعني في أكثر من شخص يبدو بيورد الدكتور ملا. لمن لا يعلم فإن الدكتور نديم ملا رافق رئيس سعد الحريري بزيارته إلى الرياض، هذا ذكرناه بأول الحلقة، وعلى أساسه حكينا مع الدكتور ملا عن معطياته بهذا. وين المشكل؟ أنا ماني فاهمين وين المشكل بهالموضوع. لا يعني بدهم يسألوك عن تفاصيل أكثر واللقاءات مع المسؤولين وكل هذه. لا هذا ما هذا الحدث المثير. هذا الحدث يعني بده يستدعي. بس أخ محمد خلينا دكتور قبل لا موضوع الوصاية، يعني في بعض العبارات تستخدم بالإعلام ويعني بتستفز، يعني واحد منه مطلع على تفاصيلها يستفز. أنا بس أسمع وصاية اقتصادية أوف وصاية اقتصادية، لا ما منقبل هيدي سيادتنا هيدي كذا رو شوي. هل الإصلاحات مطلب لبناني أم مطلب غربي أو مطلب أجنبي أو مطلب مجتمع دولي؟ هذا مطلب لبناني. بس ما هل الإصلاحات ماشي؟ هل الإصلاحات في مصلحة للبنان فيها؟ أكيد. عال وين الوصاية؟ طب لما يعني في كلمة أخطر من الوصاية، لما تستعمل كلمة تجديد العقد الاجتماعي بين لبنان والمجتمع الدولي من قبل المبعوث الرئاسي الفرنسي اللي بالأمس دوكان. أكيد إذا أنت عم تروح إلى المجتمع الدولي تطلب مساعدة، المجتمع الدولي عم يقلك على راسي أنا حابب ساعدك، بس سؤال أنت عم تساعد نفسك؟
له حق يسألك هذا السؤال. اللي عم بيقوله دكتور سامي نادر تماماً. انه نحن ما عم نساعد نفسنا وقلنا ثلاث سنين تماما. اولا يعني القانون الشراكي ما عمره ثلاث سنين، بس هذا تفصيل ما بدي يوقف عنده. برجع بقول ليس هناك وصاية، هناك يعني وجهة نظر دولية يقابلها وجهة نظر لبنانية متطابقة معها، لا خروج من الأزمة إلا بإصلاحات جذرية، وبالتالي هذا الأمر في مصلحة لبنانية. السيادة اللبنانية مصلحتها إنه هذه الأمور تصير. طيب. وبالتالي أنا بتمنى على الإعلام إنه ما يستعمل هذه عبارات مشروطة شروط وصاية. طيب. أكثر من هيك. بدي أسألك دكتور ملا بكلام ويعني بالنص من الرئيس الحريري من كلمته امبارح لما بيقول وضعنا صعب، تحديات كبيرة، معدلات نمو منخفضة، نسب بطالة تجاوز 30%، معدلات فقر إلى ازدياد، ميزان مدفوعات يعاني عجز، دين عام يرتفع بوتيرة متسارعة، تخطينا 80 مليار، عجز الخزينة وصل مستويات غير مستدامة، تدفق الاستثمارات الخارجية شبه منعدم، أزمات، خضات متلاحقة على البلد. تماما. هذا لا يتناقض هذا الكلام كله مع ما قاله الرئيس الحريري أنه لديه رؤية ولديه حلول. نو أنت هذه مثل واحد عم يقوله لا إله، بس كمل الشق الثاني للرئيس عم يقول هذه تحدياتنا الاقتصادية ولكن هذه الحلول بنفس الكلمة، يعني بالطرف الثاني عطى أمل للبنانية أنه هناك حل، وبالتالي عم يطالب الأفرقاء السياسيين واللبنانيين أنه يابا خلينا نحط إيدينا بإيدين بعض، قابلوني بنص الطريق لحتى نطلع من هذه الأزمة. هذا سياسة. هل أنت شايف أنه الأفرقاء الباقين عم بيلاقوا رئيس الحريري على منتصف الطريق؟ يعني نحن شايفين يعني شبه أنه الموازنة على الآن. أنا خليني أقول لك، لا الموازنة يعني في تفاصيل كثير فيها. أنا باعتقادي الأفرقاء السياسيين بلبنان بلش يحسوا على جميع المستويات أنه في أزمة. بنسمع الرئيس بري بيكرر، فخامة الرئيس بيكرر هذا الأمر، الأطراف السياسية عم تكرر هذا الأمر. يمكن ما كلياتهم عم يطرحوا حلول للخروج من هذه الأزمة بنفس المستوى، ولكن أنا برأيي لأول مرة عم نشوف هذا الأمر. حتى أنا اليوم ما حقول سر، صار في تواصل بين الرئيس بري والرئيس الحريري، بموجب الرئيس الحريري طلب منه بعض الإصلاحات وتمرير بعض النقاط العالقة بالمجلس النيابي قبل الذهاب إلى باريس، وأبدى الرئيس بري استعداده الكامل لهذا الأمر. يعني السرعة مهمة، وتجاوب الرئيس بري هذا الأمر. كان قايل أنه بستة آذار إذا قطع ستة آذار والمجلس لم تحال إليه، مجلس النواب لم تحال إليه الموازنة، فهناك استحالة بإقرارها. طب قطعنا ستة آذار، يعني ممكن مجلس الوزراء يقر الموازنة ويرسلها إلى مجلس النواب على الأقل. هالموازنة بتكون خرجت من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية، هذه خطوة لقدام. ولكن أي أفضل أنه ناخذ لنا أسبوعين ونطلع بموازنة منيحة للبلد، ولا نبعث لمجلس النواب وتكون سيئة ويصير النقاش بمجلس النواب؟ دكتور نادر، الموازنة سيئة، طلعت على أرقام الأولية بعد ما طلعنا على الأرقام الأولية، عم يتحكى يعني عن 8 مليارات زيادة دين عام، يعني بنصير ب 8 مليارات. لا عم يتحكى على 8 مليارات عجز، عجز هذا بالدين يعني فوق ال 80 اللي عم يحكي عنه الرئيس الحريري. بعده كتير يعني، بفتكر في خطوات أساسية باتجاه حصر النفقات. طرح الرئيس طرح الرئيس الحريري تخفيض نفقات الوزارية، كل وزارة بنسبة 20%. كلهم طلعوا 1000 مليار اللي هن يعني شيء 270 مليون دولار. لا رح تتفاجأ يعني الأرقام اللي عم تصدر من شو حققت اللجنة الوزارية هلا أحسن بكتير. في شغل، هذا كلام الوزير الجراح. في موضوع عم نحور وندور عليه اللي هو في مليارين عجز الكهرباء، هيدو ما عاد فينا نكفي فيها. هي من كعبة ما رح تنجح المؤتمرات طالما بدون ما ادخل بالتفاصيل. طالما هالبند يعني موجود هل بند عجز بالموازنة. دكتور بدون ما دكتور مولا بدون ما ادخل بالتفاصيل، هل ال 2000 مليار السنوية يعني عدم ادراجهم بالموازنة هذا الا يندرج بنوع من ما يسمى يعني في غش بالموازنة؟ وهل انت ملف الكهرباء شايف له حل يعني؟ ايه شايف له حل. الرئيس الحريري طرح حل له، وهو بيقول انه
ما بقدر أنا أحمل الشعب اللبناني أعباء زيادة التعرفة إلا بعد ما أمن لهم كهرباء. لما بأمن له كهرباء فاتورة الموتور رح تنزل، بقدر أنا طالبه بزيادة تعرفة وحل هيدي المشكلة. لهالسبب الأولوية كانت منصبة على تأمين كهرباء 22 ساعة ل 24 ساعة للخروج من هذه الأزمة. بدي استفيد من آخر، بتأمل أنه يصير هالمبادرة من خلال البي بي بي. مزبوط، من خلال قانون الشراكة يعني بين القطاع العام والقطاع الخاص. أنت بتعرف تم تعيين الاي اف سي يلي هي مؤسسة دولية تابعة للبنك الدولي لمتابعة موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص بمجال الانرجي وال بحل حقن عليها. أكيد. بس مشكلة الكهرباء يعني مشكلة أنا داخلية بهذا الأمر، لأنه بعدنا بواخر ولا معامل، بعد المشكلة لازالت عالقة. ماشي، في نقاش يعني، في اجتهادات كبيرة. اليوم سمعنا أنه والله هول البواخر كلها نحن من أملكن ياها الباخرة 200 ميجا ب 160 مليون دولار. سمعناها صحيح. 220 صحيح. يعني ما بعرف، خلينا نشوف، خلينا يلي نشوف. عم يطرح هذا الأمر، إذا هو مستعد يلتزم وتكون أفضل فليكن، يعني في مصلحة. بس البواخر منه الحل مستدام. يبدو أصلا نحن بدنا أموال واستثمارات، بدنا أموال واستثمارات بالكهرباء وغير الكهرباء، بدنا أمور مستدامة تخلق فرص عمل للبنانية وتشكل دافع لنمو، لدورة النمو بالاقتصاد اللبناني. دكتور مولا، البروكسل مسألة يعني أنت المفروض عم بتتابعها بشكل قريب جدا منا، وهذا الملف بين إيديك من فترة، ملف النازحين السوريين، الأعداد، الأرقام. بروكسل ليس متعلق فقط بلبنان، هو متعلق بدول الجوار، الأردن وتركيا أيضا، وليس فقط لبنان هو المعني بهذا المؤتمر. نحن شو ممكن نستفيد منه؟ نحن رايحين على بروكسل بوجهة نظر محددة، أنه لبنان لا يمكن أن يستمر بتحمل أعباء النازحين على أرضه، وبالتالي إذا لبنان بده يستمر باستضافتهم إلى حين العودة الآمنة إلى سوريا، ونحن بنعرف إجا من كام شهر فترة اعتقدوا العالم أنه انتهت المعارك في سوريا، وبالتالي انه اللاجئين رح يضبطوا اغراضهم ويرجعوا خلال اسبوع اسبوعين، وشفنا بعض الحركه باتجاه الى انه المعارك يعني رجعت الصفر يعني. رجعت يعني اتسمت بالحده باكثر من منطقه، وبالتالي فنحن رايحين على بروكسل كدوله لبنانيه شو عم نقول؟ هيدي عبء النازحين ما بقى فينا نحمله، لا موازنتنا بتحمله ولا بنى التحتيه تبعتنا بتحمله ولا شيء. يا مجتمع دولي انتم بدكم تشاركونا بأعباء هذه النازحين، فعم نطلب نحن واحد انه استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بطبابة، تعليم وأكل وسكن إلى اللاجئين السوريين، يلي حسب أرقام الأمم المتحدة مليون، تقدير الدولة اللبنانية بين مليون وثلاثمية ومليون وخمسمية. هذا أول رسالة، ما بس بدنا إياكم تعطونا دعم للاجئين، بس بدكم تفرجونا التزام. مدام السوريين موجودين عنا هذا الالتزام موجود، يعني ما أنا بعطيك ست شهور وبعد ست شهور تحكي معي، نحن عم نقول لهم يجب أن يكون هناك التزام على مدى أكثر من سنة. اثنين، رايحين على بروكسل وعم نقول أنه المجتمعات اللبنانية المضيفة لهالنازحين أصبح وضعها أسوأ من وضع النازحين، يعني على الأقل المجتمع الدولي عم يساعدهم لهالنازحين، طيب هول يلي مستضيفينهم صار وضعهم أصعب، وبالتالي وعم تخلق حساسية يعني. تماما، وبالتالي هناك مسؤولية على المجتمع الدولي بتأمين مساعدات إنمائية إلى هالمجتمعات المضيفة. هذا مطلب تاني لبنان رايح. أكيد نحن عم بدنا نشتغل معهم على عودة وعودة سريعة وآمنة للاجئين إلى سوريا. هذا الأمر يعني أنت بتعرف حسب المعايير الدولية اليو أن مسؤول عن متابعة
التطورات داخل الأراضي السورية وأعطاء تقارير دورية أنه هل الواقع بيسمح للعودة أم لا. لا اليوم، وهذه كانت مسألة خلاف داخلي بلبنان استبقت الأزمة وعملت مشكلة بالنقي بالنفس يعني. الموضوع موضوع اليو ان اليوم تقاريرهم بتقول أنه الأمور ما استتبت يلي بتسمح بعودة جدية، يعني ما عم نحكي نحن 1000 و2000 و3000، نحن عم نحكي على 1 مليون إلى 1.5 مليون نازح سوري. طيب هيدي الأزمة دكتور سامي، لما بنحكي عن 1 مليون و1.5 مليون نازح ببلد يعني تقريبا نص عدد الموجودين فيه المقيمين فيه اللبنانيين المواطنين، هل بتعتقد انه المجتمع بيتعامل بجدية، المجتمع الدولي، مع هذا الخطر اللي عم بيهدد لبنان؟ هل عم يتعاملوا مع هذا الموضوع بجدية؟ عم بيشعروا بالخطر بالتأكيد، ويمكن لو ما فيها الإحساس بالخطر ما فيها الحماس اللي أنت شككت فيها بالبداية. أنا بس مش شككت فيها لما طرحت السؤال، لشو هالحماسة على لبنان وإنقاذ لبنان؟ مظبوط في صداقات تاريخية، ولكن الحقيقة والسبب الأساسي إذا فرط لبنان وين رح يروحوا هاللاجئين السوريين؟ رح يرجعوا يجتاحوا السوق الأوروبي. شفنا كيف 2 مليون لاجئ سوري يعني هددوا كل البنيان الأوروبي بالانهيار. طيب الأردن منظم الأردن، إذا عم نحكي مش عن الأردن، مش عم بيعاني، عم بيعاني ولكن أقل من لبنان، ومنظم هالوجود. تركيا عندها وسائل ضغط على الاتحاد الأوروبي وعندها كتير من الأوراق. لبنان كيف يستطيع إذا لم تنفذ المطالب اللي عم بيحكي بقول عنها دكتور ملا؟ في لا يستطيع، وشان هيك في حل، لأنه في وعود بس في حل واحد، وكل الجهد لازم ينصب باتجاه الحل. مساعدات الاقتصادية منيحة، ولكن يعني وقع بضل محدود. الحل الوحيد يكمن في كلمتين: المناطق الآمنة في الداخل السوري. وهون على يعني الدبلوماسية اللبنانية والجهد اللبناني كله بده ينصب. هلا المعارك شبه انتهت بسوريا، يعني بعد في شوي بلغوط على وشك ان لا يعني هذا عم ينحكى عن سيناريو جديد وعوده للمربع الاول وحرب تبدا من الغوطه ومن هاي. الحل هو بمناطق امنه في سوريا. في اليوم مناطق في شرق سوريا ممكن اذا انشغل تستوعب كميه من اللاجئين السوريين تماما. دكتور كما اللي عم بيقولوا انه هذا الامر، وهذا راي رئيس الحكومه ايضا، الراي الرسمي لرئيس الحكومه، انه هذا الامر تحدده حصرا الامم المتحده اذا لم يتم السماح لهؤلاء، او يقال بشكل واضح انه عودتهم امنه. كيف بنقدر نستوعب وجودهم؟ ولكن الامم المتحده ما حدا عم يلغي دوره، ولكن انت فيك تفعل اتصالاتك مع الامريكيين من جهه، مع الروس. يعني ما بدك تحكي مع النظام السوري، وبفهم انه ما بدك تحكي مع النظام السوري، بس انت مع انه نحكي انا شخصيا النظام. ومعروف انه انا ماني صديق ابدا للنظام السوري، مع انه التنسيق بشكل او باخر في حال تمت عودتهم مش يكون الهدف التطبيع بشكل غير مباشر. وهون يمكن الحل الوسط: كلف الروس بهالمهمه، او اشتغل على خط موسكو من اجل تفعيل شيء، وخط واشنطن. مناطق من صارت كل مناطق شرق الفرات ونزول اليوم مناطق آمنة، ليش ما بيتاخد مجهود بهيدا الاتجاه تهونيك ينوضع مناطق آمنة تستقبل هالكم من اللاجئين السوريين؟ شوف من جرابلس لعفرين، بمرورا مدينة الباب، الأتراك بنيوا أكثر من 50,000 وحدة سكنية بأقل من سنة. بهاي المعطيات دكتور ملا عندك تعليق على أولاً مسألة أولاً هذه العودة؟ التواصل حول هذا الأمر مستمر، يعني من يعني الكلام أولاً خلينا نعترف في قناة أمنية فقط. لبنان ما هو اللي بيقدر يخلق المناطق الأمنة في سوريا. المناطق الأمنة في سوريا يلي القوى الكبرى هي اللي بدها تقدر تأمنها، لأنه تأمين حمايتها ما لبنان. ما هي سمت روسيا أربع مناطق خفض تصعيد وما قدرت يعني. يا ريت لبنان هو بموقع أنه خلق هالمناطق الآمنة وعودة اللاجئين إليها. هذا الكلام اتناقش مع الأمريكان، اتناقش انحكى مع الروس. هن اليوم مش بجو انه خلق حتى المناطق الآمنة. تتذكر الاتراك طرحوها، هلا المناطق يلي كان بدها تكون مناطق آمنة على صارت هي مش ملتهبه. وهذا اللي كنا عم نحكي انه مناطق خفض التصعيد الاربعه لم تعد مناطق آمنة. انا بحب اقول في اجماع
اللبناني الحل كما ذكرت هي بعودة وعودة سريعة وآمنة إلى جميع اللاجئين السوريين إلى سوريا، ما في حل تاني، وهذا أمر قد يطول. كله عملية ترقيع حل وحل مشاكل آنية وإنسانية، بس الترقيع يبدو أنه مستمر لفترة طويلة. لا بس هذا اللي بدي أقول، نحن هذا الكلام بينذكر على طول، ولكن إلى حين التوصل إلى مناطق آمنة ما عندنا حل إلا نطلب من المجتمع الدولي الاستمرار في تدفق المساعدات الإنسانية نحو اللاجئين السوريين. لبنان ما بقى يحمل هذا الموضوع، وأيضا تدفق مساعدات إلى المجتمعات المضيفة للنازحين. سؤال أخير يعني وبشكل سريع دكتور مولا، الأسبوع المقبل في المؤتمر روما خلال أسبوع ب15 شهر، هذا المؤتمر هل تتوقع أن تستمر هذا الدعم الدولي والغربي والأوروبي والأمريكي للبنان ولقواه الأمنية وللجيش؟ لا، أولا مجرد ما يكون هذا المؤتمر الثاني يلي بيصير لدعم الجيش واضح، والقوى الأمنية واضح الرسالة من هذا الأمر، كان في تشكيك بالأمر بداية، هلأ رح نلاقي أنه الكل رح يشارك في إعلان واضح وصريح لأهمية الاستقرار الأمني في لبنان، وهذا رح يتجسد بروما. روما رح يكون نجاح كبير في هذا المجال. دكتور نادر، هل في تنافس أوروبي أمريكي من بوابة روما على من يسلح القوى الأمنية اللبنانية ومن هو الداعم؟ لا، بفتكر هون في تكامل وشراكة، يعني ما عادش في كمان مقدرات كتير لدى هالدول حتى تساعد عم توزع الأدوار. أكيد الإيطاليين عندهم مصالح اقتصادية، هلأ فاتوا بقطاع الغاز والنفط، يعني هيدا سبب إضافي لاهتمام إضافي، وأيضا في القوة أو الفرقة الإيطالية العسكرية الموجودة ضمن قوة اليونيفيل اللي عم بتترائب قوة الطوارئ الدولية. بدي أشكرك دكتور سامي نادر ودكتور نديم ملا على وقتكم وعلى هذه الحلقة المشوقة، رغم أنه الاقتصاد عادة يعني لا يجذب الكثيرين من نكت وطيلة. نعم صحيح، ولكن يعني كانت فعلا حلقة مثمرة. مشاهدينا بعد الفاصل الخبير الإحصائي محمد شمس الدين من الدولية للمعلومات وآخر الإحصاءات ودراسة جديدة تضعنا في آخر التطورات والإمكانيات وتصورات النتائج المقبلة مع ما تحمله من مفاجآت بعد الفاصل. مشاهدينا، وصلنا إلى القسم الأخير في محوريه، وبعد قليل أو الآن نشاهد تقرير عن الانتخابات وهو يتعلق بإقفال باب الترشح للانتخابات، الأرقام والإحصاءات مع مستشار وزير الداخلية خليل جبارة. بعد ذلك نستكمل الحوار والتحليل والكلام بالأرقام مع الخبير الإحصائي محمد شمس الدين من محمد شمس الدين نعم من الدولية للمعلومات. ابقوا معنا. أنا ترشح 976 مرشح ومرشحة على الانتخابات مقارنة ب 702 مرشح لدورة عام 2009. بهالحالة بنشوف انه عدد المرشحين بتكون بيروت تاني هي الاكبر والبترون هي الاقل. هلا هو اذا قلنا بيروت، اذا قلنا ب 2018 ترشح 976 شخص من بيناتهم 111 سيدة، بينما عام 2009 ترشح 12 سيدة. نسبة النساء في انتخابات في ترشح على انتخابات 2018 بلغت 11.4%. هو في يمكن يكون في أكثر من سبب لزيادة عدد المرشح. أولا يمكن لأنه تم تمديد ولاية مجلس النيابة ثلاث مرات،
هذا زاد تعطش اللبنانيين للمشاركة بالانتخابات ترشحا واقتراعا. عندنا زيادة 12% بلوائح الشطب عن عام 2009. نحن بنذكر انه الاشخاص الذين سوف ينتخبون هذا العام منهم كان عمره بس 12 سنة او 13 سنة عام 2009. يعني مشان هيك يمكن في زيادة في هذا الموضوع. صار في كتير حملات تشجيع لأشخاص من المجتمع المدني، من الإعلام، جمعيات نسائية عملت كتير لقاءات دعم لتشجيع النساء للترشح بالانتخابات. يمكن أيضا طبيعة القانون اللي هو قانون نسبي خلت بعض الأشخاص بيعتبروا فرصتهم زادت بالانتخابات. في كتير أسباب متعددة لهذا الموضوع. لفت انه هزني في زيادة ملحوظة بالمرشحين يلي بعض منهم بينتمي لما يسمى بمنظمات المجتمع المدني. عندنا مجموعة من الإعلاميين كمان ترشحوا الانتخابات، بالإضافة إلى جميع القوى السياسية على تنوعاتها والشخصيات السياسية يلي عادة بتترشح الانتخابات. بهذا القانون لأول مرة المرشح يلي بينسحب أو يلي بيسقط بالانتخابات لا يستطيع استرجاع رسم الترشيح. نحن اليوم انتهى باب الترشيح، سكر باب الترشيح. عنا اليوم بعد مرحلتين العلاقة بالمرشحين، عنا مرحلة العودة عن الترشح اللي هي بتنتهي ليل الأربعاء ب21 أدار، هذه مرحلة. وعنا مرحلة النهائية أو آخر النهار لا تسجيل لوائح يلي هي بتنتهي بالاثنين في 26 أدار. طبعا هولي تاريخ تسجيل لوائح، هيدي النقطة أساسية يجب التركيز عليها، إنه المرشحين اللي ما بينتظموا بلوائح انتخابية ما بيكملوا بالسباق الانتخابي. هيدي نقطة أساسية، لأنه تسجيل لوائح هي أساسية بالعملية الانتخابية، لأنه الورقة المطبوعة سلفا هتتضمن أسماء فقط الأشخاص يلي انتظموا بلوائح. اللوائح الانتخابية هي ما هو قانون الانتخابات. قانون الانتخابات هو مبني على تنافس نسبي بين اللوائح الانتخابية وتنافس فردي داخل كل لائحة انتخابية على موضوع الصوت التفضيلي. مشان هيك هذا القانون مبني على تسجيل لوائح، لأنه التنافس هو مرتبط بعدد المقاعد التي سوف تحصل عليها كل لائحة. مشان هيك أساسيا موضوع تسجيل اللوائح، مشان هيك ما في أي محل لمرشحين فرديين في هذه الانتخابات. الناخب اليوم سيقترع من خلال استعمال الورقة المطبوعة سلفا. الورقة المطبوعة سلفا هيدي توضع داخل أقلام اقتراع. هيدي الورقة تعدها وزارة الداخلية قبل بوقت، بتتضمن معايير من الأمان عالية جدا ومتطورة جدا. يعني هيدي ورقة لا تزور لا تصور. هيدي تتضمن أسماء جميع اللوائح بالإضافة إلى اسم لكل لائحة ولون كل لائحة، بالإضافة أيضا لأسماء جميع المرشحين مع صورهم. توضع خانة حد اسم كل لائحة وخانة حد اسم كل مرشح، من خلالها يوضع الناخب أو إكس أو صح على اسم اللائحة، وداخل كل لائحة بنقي صوت تفضيلي واحد على الدائرة الصغرى اللي هو مرشح عليها. مشاهدينا نستكمل إذن هذه الحلقة ونبدأ النقاش مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد شمس الدين، الخبير الانتخابي والإحصائي من الدولية للمعلومات. يعطيك العافية أستاذ محمد، عملت دراسة وشهادة أيضا الأرقام من قبل وزير مستشار الوزير خليل جبارة. بالمختصر حتى الساعة كخبير انتخابي في الإحصاءات بكل ما لديك من أرقام، ما هو تصورك أو استنتاجاتك الأولية عن المرحلة اللي سبقت
وشو هو استشرافك للمرحلة المقبلة؟ مساء الخير لك، مساء الخير للمشاهدين وللدكتور خليل جبار اللي نتشكره دائما على مهنيته ومساعدته لنا بكل المجالات اللي بنطلبها منه. عمليا مثل عارف في تعاون من الداخلية، طبيعي طبيعي، وفي جهود جبارة عم يقوم فيها كل وزير وزارة الداخلية، الدكتور خليل جبارة، السيدة فاتن يونس، كل الأشخاص اللي بنتواصل نحن وياهم عم يقوموا بشيء رائع جدا بالرغم من كل ظروف البلد. فمساء الخير للدكتور كمان إذا بعده عم يتابع. بالحقيقة اليوم مثل ما ذكر أنه هيدي أعلى نسبة ترشح مقارنة بالسنوات الماضية. أنا كان توقعي يكون أكبر الرقم، لأنه وقت اللي أعلن عن القانون ونشر القانون تلقيت مئات ربما آلاف الاتصالات من أشخاص كانوا راغبين بالترشح، لذلك أنا توقعي كان المينيموم 1000 ونوصل يمكن ل 1400، فأوكي وصلنا بحدود الألف. هذا رقم، يعني هذا الرقم منه رقم باعتقادك منه رقم غير متوقع؟ أبدا، كنت متوقع أكثر أنا بصراحة، وكان عندي أكثر من لقاء تلفزيوني. القانون يعني مركب وفي ازدواجية وفي صوت تفضيلي اللي هو شيء أكثر صوت طائفي على نسبة تمام، على دوائر، يعني معقد كثير. ليه بدنا، مين اللي بده يتحمس لهيك؟ أول مسألة في تعطش، لأنه اليوم كان الانتخابات لازم تصير ب 2013، يعني في 8 سنين ناس متعطشة لتعمل انتخابات. بعدين نحن بلشنا بالانتخابات الماضية ارتفع ل 702 مقارنة ب 500 بالسنة القبلة، يعني كان في اتجاه لارتفاع عدد المرشحين بكل الحالات. ففي قانون جديد، في تعطش للترشح للنيابي، وفي اصلا اتجاه بالتصاعد. فعمليا انا كنت متوقع الالف هي المينيموم، لذلك رقم ال 976 ما فاجأني. انا بتصور كان اقل من توقعي، كنت متوقع نبلش ب 1000 ونوصل ل 1400. هيدي الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه، بنلاحظ في دوائر كان الترشح فيها خجول ودوائر كان الترشح فيها كثير كبير. يعني اليوم اذا ما ناخذ عدد المقاعد مقارنة عدد المرشحين بعدد المقاعد، بنشوف مثلا بدائرة طرابلس المنيا الضنية ترشح 144 مرشح ل 11 مقعد، يعني عمليا 13 مرشح لكل مقعد اللي هي نسبة عالية. بيرجع النسبة الأعلى بعد منها هي بعكار، ترشح 89 مقعد مرشح لسبع مقاعد، يعني تقريبا كمان 13 مرشح لكل مقعد. إذا بدنا ناخذ على الناحية الطائفية بنشوف في 20 مرشح علوي على المقعد العلوي بطرابلس، 20 على 3 على مقعدين، مقعدين يعني 15، واحد ب 20 على المقعد العلوي بطرابلس و10 على المقعد العلوي بعكار. يعني هذا اعلى نسبه كانت. شو السبب؟ هل لانه المقعد العلوي في عليه يعني ارجحيه منافسه نتيجه مساله الصوت التفضيلي؟ الاقطار بيعتبروا انه هو المقعد الاضعف، وبالتالي ممكن كل فريق يرشح حدا علوي ويفوز فيه، لانه المعركه ممكن تكون مثلا بطرابلس هي معركه على المقاعد السنيه، وبالتالي المقاعد العلويه بتكون اقل اهتماما. فكل قوه سياسيه كان عندها الرغبه انه ترشح، حتى كان في افراد عندهم الرغبه يترشح انه ربما يساعدهم الحظ ويفوزوا بهالانتخابات. أنا بدي أسألك سؤال ذات شأن. أول شيء يعني شفنا أنه النسب الانتخابية الأعلى هي إذا ماني غلطان بطرابلس وعكار وبيروت تاني والشوف علي، هل هذا يؤشر إلى استهداف معين لقوى معينة؟ والسؤال الثاني، لماذا الأعلى نسبة هي نسبة السنة 304 مرشحين ل 27 مقعد، يعني ما نسبته حسب الدراسة اللي صدرت عنكم 11.2 عن كل مقعد؟ طبيعي في حيوية وفي تنوع سياسي بالطائفة السنية، يعني في تيار المستقبل وفي قوى سنية أخرى، وبالتالي هاي الحيوية وهذا التنوع السياسي هو اللي بيخلي أكثر من قوة وشخصية سياسية تترشح، في حين أنه بنشوف بطوائف تانية، يعني حتى إذا بدنا نقارن الشيعة بالسنة مثلا إذا عم نحكي، بنشوف كان في 137 على 27 مقعد، يعني خمس مرشحين على كل مقعد اللي هي نسبة متدنية، يعني أقل من النص. أقل من النص، وبالتالي هون المفارقة أنه الترشح عند الشيعة يساوي الترشح عند الأرمن، يعني في 25 أرمن أرثوذكس على خمس مقاعد، نفس النسبة عند الشيعة وعند الأرمن. هل هذا يؤشر إلى يعني ضآلة احتمالية المنافسة بقلب الطائفة؟ تماما، لأنه في قوى سياسية وبالتالي في اصطفاف سياسي معين، هذا اللي بيخلي اختار الناس. يعني هذا فينا نستنتج أنه أكثر طائفة منفتحة على التنافس هي الطائفة السنية؟ بالمرحلة الحالية نعم، لأنه هذا الترشح في تنوع سياسي وبالتالي في حيوية. مين من بعدها بيجي بالأرقام؟ بعد منا بيجي عنا الطائفة الدرزية
عندنا 56 على 8 مقاعد كمان، هذا رقم مش قليل، رقم مش قليل. وعندنا الطائفة المارونية كمان 230 مرشح على 34 مقعد، يعني باستثناء يعني مسألة المارونيين البجزين اللي فقط ترشح 2 أشخاص، 8 يعني 4 اللي هي نسبة متدنية جدا نتيجة بعتقد لأنه الحظوظ يمكن الأكبر بالنسبة للمقعد، لأنه معركة شوية ضيقة. بينما المقابل بنشوف مثلا المقعد الماروني بطرابلس نفس قصة العلوي، نفس قصة المقعد بنشوف انه ترشح عليه 17 مرشح ماروني، وبنشوف انه المرشح وايضا الارثوذكسي، الارثوذكسي كمان ترشح عليه 12 واحد، يعني بنشوف انه الارثوذكسي والعلوي والماروني بطرابلس كانوا في عليهم جذب اكثر، لانه الكل بيعتبروا انه هودي اقل حده، فكان 20 ما بعرف اذا غلطان، لانه الكل يمكن بيعتقد انه بالرافعه السنيه بالخمس مقاعد ممكن تماماً انه تماماً يجي يطلع حدا مثل فلتة شوط يعني تماماً مثل سباقات الخيل. هيدا اللي بنلاحظه انه كان في عندنا يعني 27 على المقعد العلوي، 17 على المقعد الماروني، و12 على المقعد الارثوذكسي. هاي مفارقه كثير مهمه بتاشر انه المنافسه هون وهودي ممكن يكونوا. طيب في مساله بدي اشير لها ايضا، انت بالدراسه بتقولوا انه اعداد الناخبين والدوائر الانتخابيه في 63، هذا رقم كثير مهم يعني طبعا للبنانيين، في 63.7 مسلمين و 36.2 مسيحيين، تقريبا في ثلثين مسلمين وثلث مسيحيين، يعني هذا التضاؤل العدد، هل هذا العدد كان هو نفسه او هي النسب كانت نفسها بال2009 ولا الارقام هي عم تتراجع؟ عم تتراجع، عم تتراجع نسب الوجود المسيحي في لبنان. طبيعي اذا بدنا نرجع لسنوات ماضية، إذا بدك نسبة المسيحيين كانت ب32 اللي هي أول سنة عمل فيها أحصاء كانت 60%، وبدأنا بالتراجع سنة بعد سنة بحيث أنه وصلنا بالطائف مثلا وين كنا؟ خليني بس إذا دقيقة واحدة لأنه نطلع الورقة حتى ما نقول شيء من الذاكرة، نقول وقائع قدامنا. حسب الدراسة مثل ما عم نشوف على الشاشة استاذ شمس الدين، انه ارتفع عدد الناخبين على مستوى لبنان 416 الف ناخب، يعني 12.7% منهم 19 مسلمين و2.8 مسيحيين. يعني بس لقلك كيف عم يتراجعوا، مثلا سنة 2000 كان نسبة المسيحيين 43%، تراجعت بال2005 الى 41%، بال2009 الى 39.6%، بال2013 الى 37.9%. يعني بس هذه نسبة يعني فعلا مثيرة لل بال2016 الى 36.5، واليوم صرنا اقل من 36، وبالتالي هذا التراجع مستمر سنة بعد سنة، وهيدي ارقام رسمية صادرة عن وزارة الداخلية. المفارقة الاخطر اذا بدك بخلل الديموغرافي هو بالاقتراع، يعني المسيح هلا الاقتراع عم يكون تقريبا 72% مسلمين 28% مسيحية، هذا يعني على الورق عم تكون 36 ب 64، بس بنسب الاقتراع اللي عم يقترعوا الناس 72% من المقترعين هن مسلمين و 28% هن مسيحيين، معناته التأثير المسيحي يعني كثير الى تضارب. وهذا اللي حتم تقسيم الدوائر بهذا الشكل، لانه دائما في شكوى مسيحية من هيمنة الصوت المسلم انه المسلمين اكثر هن عم يجيبوا. صحيح انه الطائف والدستور ينص على المناصفة 64 نائب مسيحي و 64 نائب مسلم، بس نتيجة هذا الخلل الديموغرافي في شكوى مسيحية انه الصوت المسلم هو اللي عم يجيب النواب المسيحيين، صحيح انه هم 64، لذلك هذا التقسيم. على كل حال يعني هذا القانون صحح التمثيل نوعا ما، لانه افضل بالنسبة للتمثيل المسيحي من هذا التقسيم بهذا الشكل، 15 دائرة مع حصر الصوت التفضيلي بالقضاء مش على مستوى الدائرة، بيعطي المسيحية حرية أكبر بأنه يأمنوا. يعني عم نشاهد معك هذه الصورة من متن دراستكم اللي هي صورة بالأرقام الدوائر الـ15 ونسب توزيع الناخبين وعدد المقاعد كما تتابعون. في مسألة مهمة بكتير يعني اللي عم يتوقفوا عندها اللبنانيين، وهي مسألة الحواصل الانتخابية، الحاصل الانتخابي، وين أقل حاصل انتخابي متوقع بأي دائرة، وين أكثر حاصل انتخابي متوقع؟ طبيعي نحن من السابق لأوانه أنه نقول حاصل انتخابي، لأنه الحاصل الانتخابي هو نتيجة عدد المقترعين قسم عدد المقاعد، بس بالقراءة الأولية تبعا لعدد الناخبين بالدوائر ونسبة الاقتراع بالسنوات الماضية، أدنى حاصل انتخابي ممكن يكون بدائرة بيروت الأولى بحدود 6000 صوت فقط، يعني هذا الحد الأدنى، يعني أدنى حاصل
حاصل لأنه نسبة الاقتراع قليلة والنواب 8 في حين عدد الناخبين 133,000 يعني. فبتصور إذا في 50,000 ممكن من بعدها بتيجي بيروت الثانية من حيث الحاصل الانتخابي. لا حاصل انتخابي بيتراجع في عنا أعلى بس لنبلش بالأعلى بالأعلى حاصل انتخابي. إذا بدك الحاصل الانتخابي قلنا الأدنى هو 6,000 ببيروت. ببيروت الثانية ممكن يوصل ل 16,000 يبلش من 14,000 ويوصل ل 16,000 عم ينحكى عن 11 أو 12,000 أيضا. هلا إذا تراجعت نسبة الاقتراع ممكن نبلش ب 12 بس أنا عم أقول خلينا نكون شوي يعني نعطي أدنى تماما. ففينا نبلش ببيروت الأولى قلنا بهذا الرقم، ببيروت الثانية بكسروان وجبيل الحاصل الانتخابي بيتراوح ما بين 14,700 و15,300، بالمتن بيتراوح بين 12,600 و14,300، بعبدة بيتراوح بين 15,000 و17,700 متقاربة تقريبا جبل تقريباً لبنان الجنوبي وجبل لبنان الشمالي. بتشوفوا علي منبلش ب 12,000 جبل لبنان الجنوبي تماما شوفوا علي يعني دائرة جبل لبنان الرابعة اسمها صحيح بتراوح ما بين 12,600 اقل و 15,200. نحن عم نبني هيدا الامر، عم نحط نسبة الاقتراع قديش كانت ب 2009، اذا كانت متدنية بنزيدها نسبة 5%، اذا كانت مرتفعة بنخليها مثل ما هي. لذلك تراوح ما بين 12,600 15,200. على اي نسب عم تعتبره اللي هي نسب ال 50% مثلا؟ لا مثلا تنقول ب شوفوا علي نسبة الاقتراع مرة الماضي كانت 50.6%، بنعتبر النسبة الأدنى 50.6% وفي حالة 5% لذلك بيتراوح الحاصل الانتخابي ما بين. هل بتعتقد بظل القانون الجديد ممكن تزيد أكثر من 5 نقاط؟ يعني ممكن محل ما كان في 50% نشوف صار 60 أو 65%؟ شو محل ما كان 50 ممكن يكون 55 بس محل ما كان 60 مش حيصير 70 ولا حيصير 65، يمكن بيزيد نقطة أو نقطتين مثلا. ولكن الثنائية يعني ثنائية حركة أمل وحزب الله تعتقد بأنه تستطيع أن تصل إلى في مسألتين خليني بس أقول. يعني مثلا أعلى نسبة اقتراع كانت بال 2006 كانت بصيدا بلغت تقريبا 69.7%، هل صعب توصل لهي النسبة؟ بعد منها كانت بكسروان جبال 67.5%، اليوم نحن إذا عم ناخد صيدا ما بنتوقع تصير 90% أو 80%، لا متوقع أنه هذا السقف تبع 69% نزولا يعني من 70 ونزول يعني على مختلف على بهيدي الدائرة تحديدا صيدا لأنه كانت 69% هذه كانت ما عم تتفضل الأعلى أعلى فبدك بلش نزول ما فيك تزيد هون. وبالتالي احنا وقت عم نحط حاصل انتخابي ما بين وبين عم نحط النسبة اللي كانت بال2009، إذا كانت مرتفعة نخليها مثل ما هي، إذا كانت 50 أو 45 نزيدها 5%. بدنا نستكمل معك هذا الحوار مشاهدينا ولكن بعد فاصل إعلاني نستكمل هذا النقاش بالأرقام مع الخبير محمد شمس الدين وأيضا تقرير من هم الوجوه الجديدة المحتملة للمجلس المقبل 2018 بعد الفاصل. الانتخابات النيابية المرتقبة في 6 أيار فتحت شهية الكثيرين لخوض غمارها، والأمر لم يقتصر على السياسيين بل استهوى شريحة من الوجوه المعروفة في مجالات عدة، غالبيتهم من خارج النادي التقليدي للقوى والأحزاب السياسية. مساء الخير. مساء الخير. زحف غير مسبوق سجل من وجوه السلطة الرابعة باتجاه السلطة التشريعية، فبعدما كانوا يستضيفون على منابرهم أعضاء المجلس النيابي يريدون هذه المرة خطف عدد من المقاعد البرلمانية. حملوا شعاراتهم وبرامجهم الانتخابية وقرروا الترشح في دوائر مختلفة وعن مقاعد عدة، أبرزهم ميشيل تويني عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة بيروت الأولى، بولا يعقوبيان عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في بيروت الأولى، وجوانا حداد عن مقعد الأقليات أيضا في بيروت الأولى. أما راغدة درغان فترشحت عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية، فيما تخوض جيسيكا عزار المنافسة عن المقعد الأرثوذكسي في المتن الشمالي. بدورها تتنافس يولاند خوري على المقعد الماروني في كسروان، وطوني خليفي عن المقعد الماروني في طرابلس، وغادة عيد عن المقعد الماروني في الشوف،
وهو المقعد الذي ترشح عنه أيضا مروان المتني، فيما ترشحت جو أزي عن المقعد الماروني في بعبدة، وتنافس ماجي عون عن المقعد الماروني في البقاع الغربي رشية. أما علي الأمين فقرر الترشح عن المقعد الشيعي في دائرة بنت جبيل، وعماد قميحة عن المقعد الشيعي في مرجعيون حصبية، إضافة إلى طلال مقدسي الذي ترشح عن المقعد الكاثوليكي في بعلبك الهرمل. وفي الدائرة نفسها تقدم علي حجازي عن المقعد الشيعي. حتى من اقترنت أسماؤهم بمنابر التظاهرات المطلبية والحراك النقابي حولوا وجهتهم نحو المعركة النيابية، على سبيل المثال للحصر نعم محفوظ الذي ترشح عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة طرابلس. هاتي على البطولات الديمقراطية الحقيقية، اللون لنوابكن، اللون لنواب الأمة، هاك الأساسي بتعلموا الطلابة الديمقراطية الحقيقية بالشارع اللبناني. قد يكون الإعلاميون والصحفيون والناشطون والنقابيون أكثر قربا من عالم السياسة، وبالتالي فإن ترشحهم ليس مستغربا، خصوصا أن الدورات الانتخابية السابقة شهدت دخول العديد منهم إلى البرلمان. ولكن يبدو أن نجوم الفن استهوتهم النيابة أيضا، فمن لمع نجمه في ساحة الغناء أو التمثيل أو الإخراج أو الإنتاج يرغب اليوم بالانتقال إلى ساحة النجمة. ومن هؤلاء زياد الشويري القادم من عالم إنتاج المسلسلات التلفزيونية والطامح لحجز المقعد الماروني في الشوف، والمخرج لوسيان بورجيلي الذي ترشح عن المقعد الكاثوليكي في بيروت الأولى. تطول لائحة الطامحين لدخول الندوة البرلمانية، ولكن هذا لا يعني أن جميع المرشحين سيتنافسون في السادس من أيار، وقد يبقى حلم النيابة حبرا على ورق بالنسبة لبعض هؤلاء، خصوصا في حال عدم انضمامهم إلى أي من اللوائح. فبحسب القانون الانتخابي الجديد لا فرصة للمرشحين المنفردين. أستاذ محمد، بدنا نستكمل هذا الحوار بالدقائق الأخيرة، وبدي أسألك هيك أسئلة سريعة، بتمنى عليك أنه تجاوبني. أول شيء، عندك تعليق على مسألة الترشح من خارج النادي السياسي، وجوه عامة، إعلاميين، فنانين؟ دائما بتصير، يمكن هالمرة أكثر، دائما بكل مجالس بنشوف فيه وجوه عامة ترشحت. هل من الممكن أنه نشوف اختراقات من هيدي الوجوه بالمجلس؟ إن شاء الله، بس شايف الأمر صعب. تعتقد أنه الأمر صعب؟ طبعاً. يعني لازل تخضع الموازنة، التوازن في لبنان إلى ما يسمى الأحزاب التقليدية واللي عندها طابع طائفي. بعدين حتى قسم كبير من اللي انذكروا وترشحوا أنا بحكي معهم مش حاطين الهدف الفوز بقدر ما هو تأكيد الحضور والحصول على أصوات تؤسس ل تسجيل موقف يعني. لا، مش تسجيل موقف، حصول على أصوات تؤسس ربما لانتخابات قادمة، لأنه إذا ما راجع النواب في كتار من النواب أو تؤثر على آخرين تؤسس لمرحلة، أنه أنا إذا ترشحت وسقط بس جبت 10,000 صوت، يعني هذا الشيء منيح لمرة قادمة. وفي كتير نواب بطلعوا من أول مرة، ترشحوا أول مرة، تاني مرة لفتوا القوى السياسية على وجودهم وبالتالي تبدنون لاحقا. فأنا بتصور أنه في كتير من الإعلاميين والوجوه العامة المرشحة هي لتأكيد حضور يؤسس لمستقبل في الانتخابات القادمة. أوكي، بالنسبة للثنائية الشيعية كنا عم نحكي بنقطة أساسية وهي الثنائية الشيعية. الثنائية الشيعية تعمل على رفع نسبة الحواصل الانتخابية حتى لا يستطيع أحد من الأطراف اختراقها. كيف الآلية العمل على يعني هذا؟ عملياً في ثلاث دوائر اللي هن بعلبك الهرمل تيرا، لأن الجنوب الثاني سيد جزين الزهراني سور، وعندنا الجنوب الثالثة النبطية بنت جبال مرجعيون حصبية. هون الثنائي الشيعي عنده حضور قوي، هلا في احتمالات خرق، لذلك عم يتم أول مسألة هي رفع الحاصل الانتخابي، يعني زيادة عدد المقترعين، وبالتالي بدل ما يكون الحاصل الانتخابي 22,000 يصير 25,000. هذا أمر. الأمر الآخر تشجيع إنشاء اللوائح، لأنه وقت بتتعدد اللوائح بتتشتت الأصوات بيصير فيه صعوبة بالخرق، وبالتالي في دوائر القوى السياسية عم تخوض معركة مواجهة، أما القوى الشيعية عم تخوض معركة مش مواجهة، عم تخوض معركة رفع نسبة الاقتراع للحقول دون حصول خرق على لوائح. هل بتعتقد أنه هذا الأمر سيكون يعني سهل المنال أو بده شغل أكثر، بده تحفيز وبده طبيعي بده شغل؟ لذلك بتلاحظ أنه الماكينات الانتخابية لحركة أمل وحزب الله عم يشتغلوا وكأنه في عندهم معركة كتير كبيرة وبالخطابات السياسية، وبالتالي هذا الأمر بده متابعة لنشوف إذا بيحقق نتيجة أو مسألة الورقة البيضة وتأثيرها بالحاصل الانتخابي. هون في نقطة كتير مهمة،
الورقة البيضاء بالقانون الماضي تأثيرها شيء وهلأ تأثيرها شيء تاني. اليوم بدنا نقول للمشاهدين إنه ورقة الاقتراع اللي بيعطوني إياها بصندوق بقلم الاقتراع هي ذاتها بدون ما يحطوا لا إكس ولا صح ولا الاسم المرشح ولا اللائحة بيضبوها مثل ما هي تعتبر ورقة بيضاء. هذه تسمى ورقة بيضاء وهي الأوراق البيضاء تحتسب بأصوات المقترعين وبالتالي إذا عدد اللي صوتوا بورقة بيضاء كتروا بيرتفع عدد المقترعين وبالتالي بيرتفع الحاصل الانتخابي وبيكونوا من حيث لا يدرون اللي قصدهم يقترعوا ضد القوى الكبيرة بيكونوا عم يقترعوا لمصلحتها لأنه عم يزيدوا أصواتهم وعم يرفعوا الحاصل الانتخابي وبالتالي أنا بقول الاقتراع بالورقة البيضاء اليوم غلط أو الإنسان يروح يصوت أو يقعد ببيته لأنه تأثير الورقة البيضاء لم يعد كما كان بالقانون الأكثري اختلف كليا التأثير تبعه فأو في اقتراع أو في قعدة بالبيت مقاطعة لأنه الورقة البيضاء هي تصب في خدمة القوى الحزبية. الخبير الانتخابي والإحصائي محمد شمس الدين من الدولية للمعلومات بدي أشكرك على أمل أنه يتجدد لقائنا بكل الأسابيع المقبلة مع معلومات جديدة واستشرافات جديدة لهذه المرحلة الحساسة جدا. مشاهدينا قبل ختام هذه الحلقة بدي أعلن وشير أنه الحلقة الأسبوع المقبل يوم الأربعاء في 9:30 مساء على تلفزيون المستقبل وهو الموافق للرابع عشر من آذار بكل ما يحمل من دلالات وذكريات سيكون معنا الضيف الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. إذن الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري معكم الأسبوع المقبل 9:30 مساء على شاشة تلفزيون المستقبل مباشرة. وأختم هذه الحلقة مع تقرير من تركيا. تركيا نعرفها جميعا نحن اللبنانيين نزور اسطنبول ونتسوق في أسواقها ويعني لنا ذكريات فيها وسياحة وغير ذلك. فهل يعرف الأتراك الكثير عن لبنان واللبنانيين وسياسيه؟ نترك الجواب لربيع شنطف زميلنا الذي زار شوارع اسطنبول وأتانا بأجوبة مباشرة من هناك. ألقاكم الأسبوع المقبل. الكثير من اللبنانيين يعرفون تركيا ومنهم من يتابع سياستها فضلا عن مسلسلاتها وبعضهم يزورها للسياحة أو التسوق أو التجارة. لكن السؤال ماذا يعرف الأتراك عن اللبنانيين وعن لبنان؟ هو ما سنحاول الإجابة عليه من خلال هذه العينة من الأتراك الذين التقيناهم في اسطنبول. Seviyoruz Dublin'in. Güzel böyle ülkesi. Yurt dışından da arkadaşlarım olmuştu zaten. Çok keyifli, çok güzel insanlar. Şu an Lübnan hakkında yani çok fazla bilmiyorum. Önceden Lübnan'a hiç gitmedim. Benim birkaç tane arkadaşım var. İşte oraya gitmişler. Çok güzel bir ülke diyorlar. İşte siyasiler hakkında Saadül Hariri biliyorum. İşte Hizbullah. Hasan Nasrullah. Vallahi kardeşim Lübnan çok güzel. Gittim yani gezdim, gördüm, sıkıntı yok. Adam Lübnan var, adamın dibi soğuk ham maddesi yani. Lübnan çok güzel. Arap ülkelerinden en güzel bir şehri benim bildiğim. Ondan sonra Arap kardeşlerimizi seviyoruz, Arap dostlarımızı. Abi valla Arap ülkelerindeki siyaseti bilmiyorum ama benim ülkemdeki siyaseti çok iyi biliyorum. O yüzden ben teşekkür ederim. Ahlak ve sahlen şükran. Bana bilmiyorum. Abi hiçbir şey bilmiyorum yani. Maalesef yanlış yer. Bu kadar mı yani? Bilmiyorum bile. Hiçbir şey bilmiyorum. Lübnan hakkında güçler ayrılığının üç ayrıldığını, mezheplere göre ayrıldığını biliyorum. Onun dışında ikliminin Akdeniz iklimi olduğunu, Türkiye'ye çok yakın bir iklim olduğunu ve başkentinin Beyrut olduğunu biliyorum. Onun dışında siyasetçilerinden
Başbakan Saad el-Hariri ve ondan öncekini unuttum fakat bir dönem babasının başkanlık ettiğini biliyorum ve hala bilinmeyen kişiler tarafından öldürüldüğünü, 2005 yılında öldürüldüğünü biliyorum. Lübnan siyasetçileri hakkında çok bir şey bilmiyorum. Onun dışında Lübnan o kadar fazla şey bilmiyorum. Beyrut güzel şehir. Beyrut gezen arkadaşlarım var. İşte yemekleri, işte bu aralarda Suriyeliler çok geldiği için aşağı yukarıda aynı mutfak olduğu için görüyoruz, yiyoruz. Güzel, humus, falafel. Öyle.